بعيداً عن أجواء المفرقعات والأطباق التقليدية، يحتفل العديد من المواطنين بذكرى المولد النبوي بطريقة مميزة، خاصة وأنه جاء تزامناً والحملة المسيئة التي طالت الرسول عليه الصلاة والسلام. ربما المناسبة هذه، يعني الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت للاحتفال بالمولد النبوي بعد آخر، يعني المسلمين احتفلوا بطريقة أكبر، طريقة أقوى. الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم نحتفي به دائما، نحتفيوش به في نهار ولا زوج ولا، ديما نحتفلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. حنا كمواطنين مسلمين نقتديو بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالسنة تاعو، يعني نحبوا نكونوا في كل لحظة في كل وقت نكونوا محتفلين بالميلاد تاع النبي كرجل هداية ورجل تاع رسالة. السيد كريم إمام مسجد كان من السباقين الذين ردوا على الحملات المسيئة للرسول الكريم، وهو يرى في ذكرى مولده فرصة للدعوة للتحلي بأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله تعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فيحرص المسلم على هذه الأخلاق، أن نتعلم أن نتربى على هذه الأخلاق التي بها انتشر الإسلام. الإسلام انتشر بأخلاق القرآن الكريم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقرأ القرآن الكريم ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم منه الأخلاق التي بها النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بالبشرية، ارتقى بالبشرية إلى الملأ الأعلى. الاحتفال بالمولد النبوي ليس ليوم فقط بل طول السنة، ولأنه جاء هذه السنة في ظل الحملة الشرسة والمسيئة له، الرد على الإساءة برسم أجمل صورة عن الإسلام والمسلمين.